خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. كنحيي مع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، خاصه متتبعين قناه الدباشير العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، بحال دائما راح التحيه لجميع المغاربه في العالم اينما كانوا واينما وجدوا، وخاصه الجاليه ديالنا اللي مقيمه في الديار الاوروبيه، وتابع المغاربه المقيمين بعد الدول ككندا وبريطانيا والدول الاسكندنافية، وبعد الدول العربيه من بينها الجزائر. كنحيي الشعب الجزائري، الشعب الحر الاصيل، تحياتي. ودائما اخوتي واحد التحيه لجميع اللي كيفهموا داك التعليق ديال الكلام الطيب. انا دائما كنقول لكم هاد الناس هادو اللي كيفهموا داك التعليق ديال الكلام فينا وكيشكرونا وكيدعيو معنا، انا بدي كنشكركم وكندعي معكم، وراكم دائما داخل القلب. وايضا واحد التحيه للمتتبعين ديالنا الجدد، تما كنرحب بهم، كنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالكم. اليوم اخوتي غنعاود واحد القصه لواحد الشخص اللي كان معروف في طنجه، وانا سبق اللي عودته، ولكن ما بعد الاصدقاء يقولوا لي عاود لنا وبحال اللي ما سمعوهاش، او لا ربما نعاودها بطريقه اخرى جديده ماشي فيها مبنى. ها الشخص هذا هو مصطفى المري، ما كاينش اللي كيعرف مصطفى المري، اللي كانت عنده واحد القهوه في مرقاله، هي كافي بار في مرقاله، وما ادراك مرقاله، في الهينون ديال مرقاله. انا كنهضر في الهينون ديال مرقاله، ملي كان باقي الكامبي ديال ميراموند خدام، وكيجيو الكوار والكرافانات والروينه وجقلاله، مش غنقول لك كم مرقاله ما كانت ماشي عاديه في ذاك الوقت هذاك. وعاد كوستر مرقاله كانت شي حاجه ما نتذكروش عليها، حنا كبرنا فيها وكنعرفو شني كاين. وقبل ما ندخلو في هاد التفاصيل القصه اليوم، بحال دائما اخوتي الى عجبتكم شي حاجه ديالنا عاونونا ابوني وتفعلوا زر الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد، وعاونونا لايك وعاونونا جيم وتفرجوا القصه حتى الاخر وبارطاجي. قلنا نهضرو على القصه ديال مرقاله، والبطل ديالها هو مصطفى المري الله يرحمه، حنا دائما اللي كنقولو الله يرحمه. والقصه كيفاش كتبدا؟ المرقاله اللي ما كيعرفش من هذه المرقاله، لان كاين الناس اللي كيعرفوا المرقاله الكثير، الناس بلاد البلاد كيعرفوا المرقاله، ولكن بزاف ديال الناس ما كيعرفش المرقاله. المرقاله هي واحد الكوسطه د البحر اللي كنقولها الشاطئ د البحر، جا في الجهه ديال الدرادم معروف. وهاد الكوسطه هادي التاريخ ديال الاولاني كانت واحد الكوسطه ذهبيه بصح، واعره باللي قلتي، لا بالمناظر ولا بمنادم اللي كيجي لها، ولا بالديكور ديالها، ولا يعني. واكثر كانوا كيهاودوا في ذاك الوقت هذيك هي الناس د البلاد، يعني الناس اللي قرا من المرقاله، الناس مرجان دراري ولا الحياني وجماعة المقرع، وبعض الناس اللي هما معروفين عاود طنجه اللي كانوا كيعرفوا ذوك الكوسطه. ولكن اكثريه في الهينو اللي كنقولوا حنا في اوائل ديال الثمانينات والثمانينات كانوا كيهاودوا غير الناس اللي قرا من الليله، وخاصه الناس الكبارين والنساء. وكان سبحان الله العالم في الاماكن كانت معروفه دمن هاد الجهه هذه د النساء ولادو صغارين، وهاد الجهه بنادم كبير، الناس بيخوت ديالنا الاباء ديالنا اللي كانوا كيعاودوا يجلسوا تما، يشبوا القايله ولا يلعبوا الكارطة ويتجمعوا تمايا، وبنادم عاو الشباب وكذا موطع ديالهم، اكثر من جهه الشنقور ولا بحال الزهاني او التنكريان، هذه هي كانت المرقله. ولكن كانت عندها واحد الرمل كيقولوا الرمل الذهبيه، واكثريه كان هو الغرس، ما كانش البني. انا كنوضح لكم الامور كيفاش كانت، الاكثريه كنقول لكم كانت الطبيعه بصح والمناظر الخلابه حقيقيه، حيت كانت هي الجبوله والخضوره والشجر والغرس. ثلاثه كتجع كتبوطن شي غرسه كتاكل مع راسك الخضره ولا اي باللينكاف البرقوق داك التفاح البلاد اللي كان التفاح حامض صايور واه ما بقاش شي كامل مقارن، حتى حنا باللينكاف مقارن، حتى حنا البرقوق مقارن من الجهه هذه، وعني وكانت الدنيا كتنضخمت بصح، والطريق ما كانش لا طريق معدل ولا حتى شي حاجه، كان طريق عاديه هي بيستا والحفافر والخنادق. واكثر كان باقي الواد ديال عشابه، يعني كيقول القنطره ديال عشابه كتوصل حتى المرقاله، كيقول حنا فم ديال الواد كتكتب تما في الجهه ديال بين المرقاله واحد المنطقه كيقول السنسر. وكانت واحد القهوه اللي هي مولاها مصطفى المري كانت في المرقاله، وهاد القهوه كانت عندها واحد استراتيجيه هامه بالنسبه للسياحه بصح، وكيجيو لك كوار من جميع دول العالم، لان كان قدامه واحد كامبي كيقول لهم كامبي كيعطيو لهم ميرامونتي معروف، وباقيين دابا ولكن ما بقاش ديك الخدمه ديالهم بحال اللي كانت، دابا فيه لا بيسين وردوا قاعات في الحفلات وفيه كتعرفوا الامور، كان عندها الهينون ديالو كانوا يجي له هي الكوار. والايام اللي كان كيعس السمايا سي مصطفى او لا كيعطوا له بابا مصطفى اللي هو لاعب برعوفي، بلعوفي كان معروف كيعس تما هاد الراجل هذا ولاد الحمى ديالنا ولاد صحابنا، وهادي بلعوفي معروف كان كيعس هاد ميرامون. المهم كانوا كيجيو له الكوار، وديك الكوار كيهودو يبحرو في مرقالة، وهاد المرقالة كانت تما قهوة مصطفى المري، وكان فيها جميع الأنواع اللي قلتي، فيها تا الشرب كافي بار وفيها الدوتشا وفيها كدا، ولكن كان عنده واحد الكوسطة كيشبر الرملة، كيعمل كيزرب واحد الطرف كبير د الرمل
وديك الرمل كيناقض بصح كي هايدا كيشعل وكان كيراقي تم القادة وكتم القادة بحدية وكذا وأمور كتصبيها خير وكتبقى الخدمة على الجهد والراوج وكيجيو الكوار تما كيتشمشو داخل في الفار ديالو تما كيتشمشو الكوار وبنادم اللي عنده خاب لا كوار بنادم اللي عنده بغا يدخل يتقهوى تما ويتبحر مع راسو تما كاينشي اللي بداو خلص فلوسك وطرانكيل مع راسك أمور كلشي بخير ولكن هاد السي مصطفى المري كان واحد الإنسان ماشي عادي ماشي بحال البشر كامل بحال بنادم لا كان ماشي عادي ما نقولوش حنا الله يرحمه حنا ما كنهضروش شي واحد أو شي حاجة ولكن حنا كنهضرو هي الأمور التاريخية فاش كان كل واحد إنسان يعني كان زايد في الجهل كان جاهل بزاف أكثر واحد مرة كيلفض شي أرفض الطقم ديالو الأمور ديال الأحفاد ديال الجهل بزاف كيحسب راسو كأنه فرعون كيمثل فرعون صراحة الله هي كيمثل فرعون يعني ما يقدرش يجي يقرب له الجهة ديالو أو شي واحد شي كاولي كوار كيتقهوى ولا كيبحر تقرب لعندهم أو شي حاجة لا تهضر معايا هضر شي كلمة ديال الجهل أنا كنبغيش نقول شنو كان كيقول ولا هادي ولا هادي مانقدرش نقول شنو كان كيقول يعني الكلام صعيب بزاف يعني أمور كلمة كيقولو فرعون الكلمة كيقولو فرعون كان كيقولو مصطفى المري بصراحة أنا تينفهم تينفهم المهم كان ديك المرقاوية المرقالة كانت مضاوية بصراحة الله هي هاديك الأيام هاديك كان حارس على المرقالة وعاد كان المرقالة كان عندو واحد المنظر واعر كان زعما حتى هو كان عامل له واحد الاستراتيجية بصح ولكن كيف اخر المطاف بعد الايام الاخرانيه ديال القهوه ديال المرقاله شنو عاد يوقع القهوه مابقاتش كتخدم مابقاوش كيجيو الكوار علاش لان ميرامون هاد الكابتن هذا مابقاش كيخدم بحال اللي كان مابقاش يخدم بحال اللي كان مابقاوش كيجيو الكوار كانوا كيجيو الناس الكوار كيجيو الخيام والكرافات مابقاوش كيجيو ميرامون مابقاش زعما حتى ديك الاستراتيجيه ديالو مابقاتش هاد ميرامون نقول لكم بلا بحاليا ولا لي لا بيسين العمو اللي بغا يدخل يخلص 100 درهم يدخل في لا بيسين واللي عنده شي عرس يعملو تما ماشي كتعرف الامر يعني القهوة المري كانت كتخدم مع الكامبين هذا وكيجيو هي الناس بصح وكان عنده يعني واحد الطبيعه واعره المهم مابقاش كتخدم بقى كيجي بنادم عادي كيجي يتقهوى فيها بنادم بالبلاد كيجي يتقهوى تما واللي كيسكر واللي كيحيح واللي كيضرب واللي كيعمل المهم الخدام اللي قالو على مصطفى المري نص ما مشى بحالو نص ما مشى بحالو ما بقى ما يدار بقى يدار بقاو شي واحد قلالين بين واحد الشخص بلا ما نسميه بقى خدام معاه تمايا ولكن ما كيتخلصش دابا نعطيك دابا غدا دابا بعدون هاد الشهر حتى شي طريير عطيه غدا والامور كتكبر يعني الدين الديون كتكبر يعني هاد الشخص هذا ما تخلصش هاد الشهر وهاد الشهر وهاد الشهر وهاد العام واخا كيتخلى البركه قليله يعني دائما كيسن المري كيسالو خصو رزقو دائما خصو رزقو خصو يتخلص ديما صبر عليا غدا بيدو غدا داكشي كيكبر المهم بقات هايدا كل يوم غدا ولقاو بقيتي كتخدم بقيتي كتخدم انا كنت باقي جاي من هادم عادي في الصيفيه كيسكر تما حتى في الشتوى كيهاد من هاد البرا تربيته تما عادي خلص عادي قصر صافي داكشي مابقاش ديك الرواج ومرخره بقيتي بحال اللي كانت وبقى بنادم كتعرف هي بنادم اللي هو هايدا كيجي تما هادي مزيني المهم هاد خانا هذا طلع قدام كخصو فلوس بنادم كيسال داكشي كتعرف اليوم غدا اليوم غدا وهاد الشهر وهاد العام مقدار كبير المهم السي مصطفى عطيني رزقي خلصني كدا لا غدا نبيع نعطيك كدا معرف شنو كدا هادي هو السي مصطفى مسكين الله يرحمه ما عندوش يخلص مابقاش يبدا مدخول ويبدا كنبلي في الشراب ونبلي بجميع الموبقات الله يرحمه انا نقول صراحة الله بقات الامور هايداك اليوم غدا اليوم غدا يا خو كي ينقص فلوسو مصطفى النري ما عندوش يمشي يخلص هو بدو مكانشر بليات بجميع الانواع ديال البليات المهم واحد مرة ياخو زيار عليه خصني فلوسي كدا ما عرفش شنو غنعمل غنفعل غنسرق المهم بقى كيهدن فيا كيهدن فيا قالو صافي اليوم لا غدا بعدو اجي غادي نعطيك فلوس صافي ما تذكروش عليا انا عند الدبر فيه نعطيك فلوس صافي صافي بقى ياخو كدا هادي المهم جا عندو ياخو عاوتاني نهار خصو فلوس قالو لا حتى الليل واجي مع ديك 12 وحدة واجي كدا وديعك معايا فلان هنايا وعجيب لي شي بركة كيدير فلوس عطيهم لك كدا امور كدا هادي صافي كيتبتو يا خو مشى عاود راه شي دوره المهم باللي نرجع انا باش نسمي هاد الشخص هذا معروف هاد الدري هذا الدري هذا معروف كلشي كيعرفو المهم مشى لعندو بالليل عاش طراس بالليل ولا شي وحده بالليل جمع مصطفى المري قال كيشرب قرعه كيشرب وعامل الديسكو ديالو عاوتاني كيتصرف موسيقى وكيشرب كدا جا اخر السلام عليكم عليكم السلام سي مصطفى بدا الامور قالو ريح ريح تشرب الامور ديالك راه موجوده كدا وهادي كدا وهادي وراه لله وانا كنشكرك صبرتي معانا وكدا وتناول واحد اللي عندي عزيز لقيتي معايا وكدا وصبرتي ماشي مشكل كدا وهادي المهم انا حضر لك فلوسك قلت قلت تشرب شي حاجه لا لا قالو ما عشربش تيني البركه ديالي مشي بحالي قالو صافي قلت انا نجيبها لك صافي جلس ياخذ الطوبري دا
كاين واحد الجروه هيدا مهم راح الدوره من الرياضه راه هيدا بحال غنمشي نجيب الفلوس وكدا ما عرفتش ني تبتو واجيب له واحد الكابري ديفرنت بكليتات ما تعرفوا ديك السرد ديال بكليتات ديفرنت بكليتات كيفاش عامل جابو يا خو متبت هيدا جا عند بحال ما كاين والو وغدرو جا من اللورا جيفاو هنا جيفو ديك السرد بكليتات وما كيقولوش بعضين يقول لا هو غدروها هو على الهراوان الراس لا هو بالسرد بكليتات جيفو ولا حل عبيدو جيفاو هنا بقى عليه غير طوري الراس صافي صافي خرجوا عايلو خرجوا بزازق صافي شحال خرجت الروح صافي ديك انا سكت بكليتات ديك الفرن بكليتات راه ماشي ساهل فهمتيني صافي هو صباح الرحمه قردعو تما سلامه جلس تما كيشوف فيه قردع كيضرب على الطاسه وديك الامور ديال الجال انا عارف الامور الجال كيزبل ياخذ ميت بوري صافي ما كاين والو باقي كي كيزبل فيه وكيتشوط فيه وكدا كيضرب على الطاسه ولا الامور هذا الشيء الاعترافات ديالو انا ماشي انا قلت انا هذا الشيء الاعترافات ديالو المهم قد الامور عيداك شني عاد يعمل شني عاد يعمل بنتو اللي حفر شي حفره ويطمروا تمك يطمروا تمك فهمتيني لان المرقله كيموت حنا على الحجار هنا الرماد هنا التراب هنا مع حموطه تما فين يدي فيك راه حقش لهاد العسكر عاوتاني تما التراب تما الامور يعني عنده حفر حفر عنده داخل شي قتل تما بدا كيحفر حفر وطمر طمروا غطاه بدا صافي صافي حنا ما كاين والو صافي ورجع كيضرب الطاسه كان شي ان لم يكن رياح ما عرفتو عادي المهم ما تعرف كيف تسلها في شي حاجه هيدا ماشي داتو عينو في الطن عاوتاني كدا كيجبر واحد الجروه عنده تما كتحفر 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 وحفرت على ديك الجثه اللي تمره تما دخلوا الخندو هادي الا بقات مدفونه هنايا عاد تعيق هنا عاد الجر ما عنده بزاف الجر مربين تما هادي المهم دخلوا الخندو صافي عرف شنو غادي يعمل شنو غادي يعمل بقى عاود يضرب في الطاسو كيخمم شنو غادي يعمل شنو غادي يعمل شنو غادي يعمل هو يحفر عليه جبدو وخرج التالي كي واحد باطل عنده تمايا وطلع له في البحر وخسر على ديال الكريان في البحر تاع ديال الكريان وسيبو في البحر ربطو واحد القنبه والحجره وين مشاو للفندق فعند الاجرام بره يعني الاجرام مكمول الاجرام مكمول سي مصطفى الملي راه شي واحد عادي ولا شي واحد لا راه كلشي كيعرفو كلشي كيعرفو انا ماشي كنتشر في واحد ولا انا كنعاود القصه كما هي فقط اما مصطفى الملي راه كلشي كيعرفو شنو هو انا ما كنشارب حتى شي واحد اولا كنشوف شي واحد لا القصه الحقيقيه هي هذه علاش حتى الشخص اللي مات حتى الشخص اللي مات اللي قتلو من العائله ديالي انا كيجيني كنعرفو علي انا كنعاود هادشي هذا بصراحه هي هادي ولكن هي قصه حنا ماشي كنجيب له شي واحد شي حاجه قصه جابتها كنقولو شنو كاين اما كنسميه بلا مصطفى المري لان معروف معروف ماشي انا كنسناو ولا شي حاجه هي تن مرقاله كيقول الاسم ديالها الاسم ديالو يعني هو مصطفى المري كيقولو مريقاله شكون اللي قال قال مريقاله مريقاله قالت مرقاله هذا ما قالو لا ما قالو العلم لله المهم بدا لك جاب كريم في بحر ليه وربطو القنبه والحجره بدا فيها ونفضو وسيبو وجا بحال نطا جا بحال عفوا القهوه ديالو صافي عوريا بدا بحال ما كاين والو صافي شيئا لم يكن عاود قلت حلو الطاسه كدا قروينه صافي 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 تهنى من الجثه ديك الحفره غطاها صافي ديك الجرام عندو مين يحفرو صافي الامور ديالو قال هيدا حسن تهنى تهنى وما عارفش بان انا الروح كيف فتح الله راه كاين الله سبحانه وتعالى اللي كيراقب واللي كيشوف ربي واللي كيفضح ماشي واحد الروح ربي اللي كيفتحها والمجرم امور في هذا الشيء هذا راه كيفتح الله الروح كتفضح كتفضح ولو بعد داحي المهم بقى هداك ديك الليله نيت ديك الصباح ديك الصباح كري سبحان الله العظيم على ما كيقولوا على ما قالوا شي ثلاث ايام جازت وقيله اولا شي يومين ولا ما نعرف المهم اولا ديك الصباح كواش اللي كيقول المهم واش ديك الصباح اول شي ثلاث ايام 100% شي ثلاث ايام عادك يعني هذيك رجوت في البحر شنو هادي وقع لها سبحان الله العظيم واحد الصباح صباح انا نقول لك واش شي ثلاث ايام ولا يومين اولا نهار المهم واحد الصباح كري في الساعه ولا الصباح الصباح صبحت صباح داك الشخص اللي مقتول في التهري ديال البحر فين فين القهوة ديال المري بقات ما جابه الماليه والماء دابا تصفصح ديك الحجره وديك القنه تصفصح نعرف العلم الله كيفاش باش تصفصح واش القدره الالهيه العلم الله كيفاش ماشي واخا ربطو قال لك ربطو القنبه والحجره فيها والفوندو هادي وربو سبحان الله العظيم تفخص ديك الحجره وديك القنبه وهادي وبقى ما تجي به الماء خارج به خارج به الماء تلاين حتى نتشالي ديال البحر ديال المرقاله اللي كنحنا الوسط ديال المرقاله يخلو الوسط معروف ديال الدبل كيعرفو الوسط ديال المرقاله فين هي القهوه ديال المري يعني خارج البحر تن عنده تن هي القهوه قال ما تجي به الماء وجاو الماليه وهادي سبحان الله العظيم حتى فين يلقاو وخرجوا البحر نتشالي
تصبح خادم قردا شي بنادم كان تما كيدور تما الدراري كيصادو وكذا شافو بنادم تما اه بنادم بنادم ميز بنادم ميز جمع الجوق اه هذا فلان كذا هادي فلان اه فلان ترونت ترونت كتعرفوا الامور اه وكاين كوميساريه قريبه هنا في الدراري وكاين كوميساريه ديال الواد كذا هادي مشاو الناس عيطوا للمخزن بوليس جا روينه مع العسكر تما ترونت كذا اه شكون هذا واحد خانا كان تما اه هذا فلان اه هذا فلان كتعرفوا اه هذا فلان الحومه ديالي كذا خدام مع المري اه خدام مع المري صافي هادي الهضره زعما سبحان الله العظيم بتجري الخيط يعني راس الخيط تفضح بتجري بتجري مع عند الله حاش الروح كيف تحط الله في الحين وقت انا كاين شي واحد جنب شي واحد قبيح شي واحد حقر بزاف ولا هادي كيف تحط الله بتجري كيف تحط الله بتجري صافي جا المخزن كدا هادي دخلوا كدا خدم مع المري صافي مشاو لعند المري فتشوا علاش كاين السلام عليكم عليكم هاد الشخص هذا كدا كتعرفوا لا ما كنعرفوش الله اكبر ما كتعرفوش لا انا ما كنعرفوش ماشي خدام عندي كدا قال لا ما خدام عندي كنعرفوش انا انا زعما بغى ينكركر امور المهم وسبحان الله العظيم سبحان الله وسحر الامور بالله سبحانه اي مجرم اي مجرم واكثريا في جرائم ديال القتل لا ودام يرتكب شي خطا عند الله عند الله انه يرتكب شي خطا ويخلي شي حاجه تما اللي عصتهم عند الله بقاو كيبحثوا كيبحثوا شنو عيجبروا عيجبروا لك السر دبك اللي تا اللي يجي فيه باقي مسيت ما باقا جبروه تما الدليل القاطع وباقي في الاثار ديال الدم يعني ملي عملوا التحاليل عملوا هادي جبروا التحاليل الدم تما يا داو امور هادي وعرفوا ان الدم فلان وهادي يعني وبحثوا بصح واكدوا بان الجريمه ارتكبت في هاد القهوه هادي والفاعل ديالها هو مصطفى المري وهذا الشخص هذا كان عنده هاكي في القصه كيف في القصه دابا نقول سبحان الله العظيم شو جوج سفن سيبه في البحر داهم الكريم لما تعرفوا الكريم جات وشحال الحجار والبحر كيفاش عامل وهادي وما خرج في المرقله فين القهوه ديال المري فين القهوه ديال المري بس عرفت الروح عزيزه عند الله وهادشي اللي وقع صافي ملي زيرو قدموا الدلائل وكذا وهادي ما عندهم ما يعمل ما اعترف هادشي اللي كاين هادشي اللي طلع هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين صافي هادشي اللي كاين طلعوا للحبس طلعوا للحبس طول العقوبه ديالو وعاد سبحان الله عليه في الحبس عاوتاني وما كيقولوا حماق في الحبس وشي واحد شنو كيقول ولكن هو مرض في الحبس بصح مرض في الحبس وكان حماق في الحبس بصح ماشي يقولوا كان حماق في الحبس واكثر كان راح ابنو تما عاوتاني راح ابنو تما عاوتاني في الحبس وشاف الامور عاوتاني عجبته شي وكذا الامور والانسان اللي كيعيش في الامور حيدو الروح راه ماشي سهله والانسان كيكون مثلا اخر ليام متكبر مصمم اللي كان كبير ماشي كان باقي صغير كان شارات كبير كبير في السن يعني الانسان كبر في الحيز ديالو عاد عايش كوندينا في الحباسات 20 30 عام مؤبد كذا راه صعيبه بزاف يعني انت كيقول الله يجعل اخرنا احسن من اولنا هذا انت ديما كنقول حنايا الله يجعل اخرنا احسن من اولنا فهمتيني وتكون حسن الخاتمه دائما كنطلب الله حسن الخاتمه والانسان كبير وشريف وهرم ومرض وما كيميت دارو الطب حتى الارزاق اللي كانت عنده العين وما كاينش عاد عطلا نكون في الحبس هذا ديما الحيسو في الحبس ما الله يحفظ السالب وعاد الانسان يكون عايش على العيشه في شكال وفرعان والزابونية والمحسونية والمحسوبية وما عرفش مني الاخر النهاية ديالو هادشي هادا صعيبة بزاف حماق في الحبس قالك حماق في الحبس ومع مدة عاوتاني كان مرض شي مرض مقود في الحبس عاوتاني شي مرض صعيب تما في الحبس عاوتاني اللي هو زاد كمل عليه وكيقولوا مات في الحبس وشي يقول لك لا خرجوا نطلب السخون بقار وبقى شاور في الفراش تما حتى مات حتى مات حنا كنقولوا تا شي حاجة كنقولوا الله يرحمه حنا ما عندنا تصادق في شي حاجة حنا مجرد قصة مجرد قصة أي إنسان مثلا الله يحفظ هيدا الله يطلق سراحه والله يعاون كل واحد والله يحسن لعام كل واحد واللي مات الله يرحمه ما واللي باقي بالروح الله يهديه حنا ما نقولو حتى شي حاجه حنا مجرد قصه لان سبق اللي عودته ومن بعد قليل لا كيفاش كيفاش انا شرحت لكم محوطه بان الروح عزيزة عند الله والقصه هي هادي ونلقاو هذا المري فين هي مشات انا نقول لكم الامور الدنيا هي هادي المري فين ومات ومشى عند الله ونلقاو تيطح نار ما بقى لا قهوه ولا والو باغي تعرفوا هذه المرقله طريق جديده وعالم اخر والدنيا اخرى وكل شيء كيبقى هنايا وسعدات وفعل الخير والقصه ديالنا هي هذه يا اخوتي دائما الانسان يشبر الطريق معوطه يشبر الطريق بالله يباعد الطريق اللي يمشي مزيانه يباعد لنا كما بغا تكون كما بغا تكون الطريق اللي يمشي مزيانه طريق المخدره طريق الاجرام القتيل من وينه كامل يباعد منا ويحفظ الطريق ديالو معوطه ويحاول يمشي في الضوء الا مشيتي في الضوء ما يوقع لك حتى شي حاجه الا مشيتي في السلس ربما عتبر شي عبره ما تشوفها شي وتغرق فيها انا كنقول لكم دائما الشجاعه ديالنا الرياضه عفوا العباده والرياضه وجميع القرده ودائما دان سيري سير ويفك الله.